أشاد حاكم إقليم أنادي الشرق الجنرال حسن جيربو بنوعية الحدائق في الإقليم خاصة بمنطقة الكارياري التي جاءت بمبادرة من أبناء المنطقة على مقدمة الحاكم نفسه. تقرير حسين النور. تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرامي إلى التوجيه نحو الإنتاج الزراعي بغية الاعتماد على الذات والاستفادة من خيرات الأراضي التشادية التي تمتاز بالخصوبة، جاءت مبادرة حاكم إقليم إندي شرق الجنرال حسن جربو للقيام بإنشاء حديقة تبعد بحوالي 50 كيلومتر شرق مدينة أمجرس حاضرة الإقليم وبالتحديد في سد كارياري. الحديقة أتت أكلها من حيث إنتاج الثمار والخضروات والفواكه والبقوليات بشتى أنواعها، كما أنها تمد سكان بحاي أمجرس با وكورو وغيرها من المراكز والبلدان والقرى التابعة للإقليم بمنتوجاتها ومحاصيلها طيلة السنة. السنة ده كوبرنر جاسوا كتو جارديان أو هيني أول كان قبل ده بس البحاي بدل بشر وحسا من السنة ده كوبرنر جاسوا إكزام حسا الشاب القيدين الأطراف كارياري الناس من باهاي من أمجرس كل كان سبيل. اما الحاكم فقد اكد بان الهدف من انشائه للحديقه هو ان يكون مثالا للاخرين وخاصه الشباب لتسخير طاقاتهم للعمل في الارض والنهوض بتنميه اقليم إنيدي شرق. طبعا مشاكل فيه ويالا طامه كله فيه، ناس ما عندهم قدره ما عندهم ياكلوا كله فيه، كلك سويناته ويا كثير وانينا ساعتك جمعنا وهدمنا وصفنا وقاعد نوصبه هسا جردين انا بس سويت الصغير ده كله ابيبر شغل داخل ده ما في. كما دعا الحكومة والمنظمات مساعدة الشباب في إنشاء مثل هذه المشاريع الحيوية. من منستر من ملسمات الدولية قال قايدين دلك نادم كجا دار ده شافا وشاب دلا اونا كله ما في مشاكل دلا اونا وصلنا ندورو يعني اجوا يشوفوا ناس والناس مشاكل دلا يساعدوا وياونو دوا ما عندهم كله يجيبوا ينتو هبرا ما عندهم شغل ما بعرفوا بيسووا كله يعلموا. هذا ونشير إلى أن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ما من مناسبة إلا ويدعو فيها التشاديين للاعتماد على الزراعة والثروة الحيوانية بدل التركيز على البترول، وإن مبادرة حاكم إقليم إندي شرق الجنرال حسن جربو ما هي إلا نموذجا يجب الاقتداء به من قيادات ومسؤولي وتجار البلاد.